الجمهورية التونسية عندما يقول لن أقبل بمحاكم أو محاكم تصفية الحسابات؟ هل حسم الرئيس التونسي مصير المحكمة الدستورية في هذا القول؟ ماذا دكتور عبد السلام؟ نعم، أعتقد أنه حسم مصير المحكمة الدستورية بهذا القول، وفي اعتقادي يعني في الأيام القليلة القادمة وفي المدة القادمة لن نشهد يعني جلسة لتمرير هذه المحكمة الدستورية. لكن فقط الملحوظة الأولى التي أردت أن أتوجه بها لضيفك عن حركة النهضة، لماذا لم يستميتوا على إرساء المحكمة الدستورية أيام التوافق في العسل بينهم وبين الأستاذ الباجي قايد السبسي رحمه الله وبرد ثراه طبعا وحزب نداء تونس في تلك الفترة؟ لماذا لم يستميتوا، حركة النهضة لم تستمت على إرساء هذه المحكمة الدستورية؟ يعني هذا السؤال الأول. السؤال الثاني والملحوظة الثانية وأسوقها طبعا بكل احترام، يعني شاهدت رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في وقت ما يعني بعد الانتخابات بالضبط يقول كونه لا مجال للتحالف أو قبيل الانتخابات لا مجال للتحالف مع حزبي قلب تونس نظرا لارتباط شبهات رئيسه يعني بشبهات فساد إلى آخره، وهذا الحزب بشبهات فساد، وهذا كان تصريحا علنيا يعني على منابر التلفزة، وكذلك الحزب الدستوري الحر لأنه يتعلق بالفاشية والاستبدادية والجملة المطاطة التي يستعملونها يعني طوال الوقت. من ثم شاهدنا حركة النهضة طبعا تتحالف مع قلب تونس ويكون حليفها المبجل والمفضل والمقرب. واليوم الناطق ضيفك عن حركة النهضة الذي يمثل حركة النهضة اليوم يستميت في الدفاع عن قلب تونس ويقول أنه انتخبه الشعب وكيف لرئيس الجمهورية أنه كذا. يعني هنالك ازدواج في الخطاب وازدواج في المبادئ، ليس هنالك مسائل مبدئية لحركة النهضة بهذا الدليل البسيط يعني شاهدناه يقول كونه لا مجال للتحالف مع حزب قلب تونس. كذلك قلب تونس قالوا لا مجال للتحالف مع الإسلام السياسي ولا مجال للتحالف مع حركة النهضة، وكانوا قد أقسموا يعني بالليمينات الكل بالتونسي، احنا نقولوا يعني أقسموا باليمين وأقسموا بكل ما تريدون، يعني أنه لن يكون هنالك تحالف، يعني هنالك نوع من المقايضات السياسية، هنالك نوع من المصالح القائمة، وهذا بين وبارز واكتشفه الشعب التونسي يعني بالمناسبة. بالنسبة للنقطة الثالثة، هو تحدث عن ترتيب البرلمان يعني من جديد، قال نريد أن تحضر كتلة الحزب الدستوري الحر مثلا، ولست لسان دفاع هنا بل كمشاهد ومتابع للشأن وللبرلمان التونسي. يعني الاتحاد الدولي للبرلمان كان قد نبه تونس أكثر من مرة على العنف المسلط ضد النائبة عبير موسي، وشاهدنا جميعا وتطرقتم في إعلانكم وفي تلفزتكم المحترمة لشتى أنواع العنف التي مورست على المباشر على الأستاذ عبير موسي، العنف الجسدي الذي لم يجب هو عن هذه الأسئلة الذي يعني قام به البعض من نواب حركته، وهذا شاهدناه في الفيديوهات، يعني شاهدناه على المباشر هكا وشاهدناه في الفيديوهات، افتكاك هواتف، عنف لفظي ما أنزل وألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان، يعني هذه لا بالدنيا ولا بالدين، حتى من يتحدثون بالدين يجب أن لا يقبلوا بهذه يعني الشتائم والثلب وقذف المحصنات على المباشر إلى آخره من هذا القبيل. يعني هنالك عنف واضح وأدانته منظمات دولية ومنظمات وطنية، عنف واضح ممنهج ضد هذه الكتلة لا يمكن نكرانه من طرف حركة النهضة ولا من طرف حلفائها، يعني واضح وجلي. لماذا لم يرد ضيفكم الكريم عن أعمال العنف وافتكاك الهواتف إذا هم لا يريدون منعها من البث الحي ومن التصوير كما قال وصرح منذ قليل؟ إذن لماذا يفتكون منها الهواتف ويكسرون هواتف نواب الحزب الدستوري الحر على المباشر، يفتكونها بكل وقاحة ويعتدون عليهم بالعنف الجسدي واللفظي؟ لماذا؟ أريد ضيفك أن يجيبني عن هذا السؤال في البداية. أعطي المنبر للأستاذ بالقاسم.